أسعد الله أوقاتكم كل خير ومرحبا بكم فيديو جديد من قناة منوعات مع ليلي. بعض الأحيان تلجأ الفتيات أو حتى الشباب إلى فرد أو تسريح الشعر بسبب مشكلة الهيشان والتجاعد والشعر المتعب. ممكن يكون التسريح باستخدام السشوار أو الستريتنر، لكن مو هذا اللي راح أتكلم عنه اليوم. اليوم راح أتكلم عن موضوع أكبر. هذا الفيديو لكل شخص خال بباله فكرة تسريح الشعر أو فرد الشعر بأي مسمى كان، كرياتين، كولاجين، بروتين أو حتى نانو بروتين أو أي اسم آخر، ولكل شخص للآن يعاني من مشاكل بعد الفرد. اليوم راح أتكلم عن فرد الشعر، عن اللي ما يقولوا لكم عنه أصحاب الصالونات أو الكوافير. راح أتكلم عن خطورة مواد الفرد على الصحة وعلى الشعر، وللأشخاص اللي يعانون من مشاكل بعد الفرد راح أعطيكم الحلول وشلون ممكن تسترجعون شعركم الصحي وبدون تساقط. كل شخص وأنا من ضمنهم نثق بكلام مصففي الشعر وأصحاب الصالونات، لكن مع الأسف مو كلهم عندهم مصداقية، وبعضهم يركزون على المنفعة المادية أكثر من فائدة الزبون. وأنتوا أيضا من تروحون وتطبقون التسريح لشعركم بأي مادة راح يبهركم ويغركم شعركم بالبداية، وراح يعجبكم لمعانه وتحسون كأنه شعر صحي، لكن بالواقع أنتوا دمرتوا شعراية من الداخل، لأن مادة الفرد راح تمتص كل الزيوت من الشعر. عندما تطبق مادة الفرد أو التسريح فالضرر لا يقع على الشعر لوحده، مواد التسريح تدمر الشعر وبصيلة الشعر. مادة الفرد أو التسريح راح تحرق وتدمر بصيلات الشعر نفسها، وبالتالي مو بس راح تعانون من التساقط، وإنما حتى الشعر الجديد اللي ممكن إنه ينمو راح يكون مدمر وتالف. طبعا كلامي هذا قد لا يعجب أصحاب الصالونات وقد أتعرض للمضايقات، لكن يجب وضع حد وتنبيه الأخريات من الوقوع في الفخ ويكونوا ضحايا جديدة بهذا الفخ. مشاكل تساقط الشعر ممكن تظهر على الشخص بعد الاستعمال الثاني أو الثالث لمواد التسريح. أحد المواد الضارة اللي موجودة في مواد التسريح هي الفورمالين. هذه المادة يستعملوها حتى يعيدون تكوين الروابط بداخل الشعرة ليظهر الشعر بمظهر السرح أو الستريت. هذه المادة تسبب ضعف الشعر وتساقطه، والأكثر من هذا فإن الفورمالين هي مادة مسرطنة، بمجرد أن يمتصها الجلد قد تؤدي إلى حدوث السرطان. خلوا في بالكم ماكو شيء اسمه زيرو فورمالين، وحتى لو مكتوب على المنتج أنه خالي من الفورمالين فهذا المنتج عند تفاعله مع الماء راح ينتج مادة الفورمالين. المواد الكيميائية الموجودة في مواد فرد أو تسريح الشعر تسبب في حرق فروة الرأس، وبالتالي راح تتلف بصيلات الشعر، ولهذا الشعر راح تلاحظوه يخف كثيرا لأنه تساقط بكثرة، وبنفس الوقت ماكو بديل عنه لأنه البصيلات حتكون مدمرة ومحروقة. بعد اللي ذكرته أتمنى منكم أن لا تخوضوا تجربة فرد الشعر، وأن ترسلون هذا الفيديو لكل شخص تحبون تنصحوه حتى لا يفقد شعره وممكن أنه يصل إلى الصلع الكامل. الآن لنفترض أنه شخص ما استعمل مادة فرد على الشعر وبدأ يلاحظ آثار الجانبية من تساقط وغيرها، شنو اللي ممكن يعمله حتى يحاول ينقذ الموقف وينقذ شعره؟ أول شيء ينصح أنه يقص أطراف الشعر. أطراف الشعر راح تتشابك مع بعضها، ولأن البصيلة مدمرة والشعر ضعيف فحيتساقط الشعر أكثر، ولهذا قص أطراف الشعر مهم. فروة الرأس متضررة ومدمرة، ولهذا لازم نعمل على استرجاعها. استعملي زيوت تلائم شعرك، زيوت تلائم مسامية ونوع شعرك. اللينك اللي راح يظهر لكم في أعلى يمين الشاشة هو للتعرف على مسامية الشعر واختبارات البروتين، وراح أترك لكم بصندوق الوصف لينك آخر شلون ممكن تختارين الزيت الملائم لشعرك والطريقة الصحيحة لاستعماله. أعملي حمام زيتي للشعر والفروة الرأس،
في العادة أقول الزيوت تطبق على الشعر نفسه بعيدا عن فروة الرأس إلا في حالات فرد الشعر، فلازم مرة واحدة بالأسبوع تطبقين زيت على فروة الرأس، لأن مادة الفرد دمرت فروة الرأس وتحتاج زيوت للعناية بها. استعملي وصفات لتقوية بصيلات الشعر وإطالة الشعر، مثلا وصفة ماء الأرز المخمر، ولا تحتارين، رح أترك لك طريقتي في تحضير هذه الوصفة. استعملي ماء الأرز مرتين بالأسبوع وجعليها روتين لشعرك. اشرب الكثير من الماء ودعمي شعرك بالفيتامينات والمعادن اللازمة إذا كان عندك نقص في نسبها. تناولي غذاء صحي، اشربي عصير الألوفيرا والبلوبيري وغيرها من الوصفات. الكلام يطول بهذا الموضوع، ولهذا رح أفصل موضوع أفضل أغذية لشعر صحي وخلطات زيوت لإنبات الشعر في فيديوهات قادمة. تابعوني على قناتي منوعات مع ليلي، واشتركوا فيها إذا بعدكم ما مشتركين، واضغطوا على الجرس واعملوا لايك للفيديو وشاركوا محتوياتها حتى تعم الفائدة، وطاب يومكم.